السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا الخوت اليوم ان شاء الله نمشيو اليوم جينا مدينه خوزيرات، نمشي انت فيها ونصور لكم داكشي اللي كاين في وسط منا، ونصور لكم هذا اليوم كان كيفاش يكون. ويلا خليكم معنا. مدينة خوزيرات الخوت واحد المدينة اللي تقريبا إذا كنت فيها بحالك بحال المغرب، فيها المجزرات حلال، فيها الناس مغاربة بزاف، فيها المساجد، يعني بحالك تقريبا بحالك بحال المغرب. الخوت في مدينة خوزيرات ما عندهم شي سوبر مارشيات، عندهم داك السوق كيف ما شفتوا معايا قبيلتي، عندهم حتى سوبر مارشيات، ولكن كاين واحد السوق كيكون في الصباح كيكونوا فيه الأثمنة شويه ناقصين على سوبر مارشي، وديك السوق كيفتح من 8 الصباح كنظن حتى شي 2 ونص، مع 2 ونص صافي كيتدمى. بعد ما خرجنا من مدينة خوزيرات دابا جينا لواحد المدينة اللي سميتها مانيلفا، وجينا البحر ديالها باش نعومو فيه ونصور لكم فيه شنو كاين في وسط منا. هو هذا الخوت داك البحر، هو كيبقى البحر هنايا، وبحر خاوي ماشي عامة ولا فيه الناس، فيه الناس قلالي. انا الخوت رجعت من البحر ودابا نمشي للدار، وكنتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم ونتلاقاو في شي فيديو جديد. ويلا السلام عليكم.